بتعبير قد يتسبب في غضب تركيا، أثار البابا فرانسيس استخدام كلمة إبادة خلال القداس الذي ترأسه في الفاتيكان في ذكرى الأرمن الذين قتلوا قبل 100 عام في ظل الإمبراطورية العثمانية. وقال البابا في هذا الخصوص: مرت الإنسانية بثلاث مآس كبرى غير مسبوقة خلال القرن الماضي. الأولى هي التي تعتبر أول إبادة جماعية في القرن العشرين، وقد استهدفت الشعب الأرمني. وترفض أنقرة استخدام كلمة إبادة لوصف تلك المجازر، وتقول إنها حرب أهلية قتل فيها بين 300,000 و500,000 أرمني ومثلهم من الأتراك إبان الحرب العالمية الأولى، مؤكدة أن الأرمن الذين قضوا في تلك الفترة سقطوا في معارك وقفوا فيها مع روسيا عدوة السلطنة العثمانية.